هذه القصة لامرأة من السلف رحمة الله عليهم، لما تزوجها زوجها بقي أياما ثم دعا داعي الجهاد أو أراد أن يخرج في طلب الرزق، فقالت له: يا فلان اتق الله فينا، اتق الله فينا واحفظنا في غيبتك. فلما ذهب جاءت النساء وعاتبن هذه المرأة: كيف تأذنين لزوجك أن يسافر وهو حديث عهد بزواج؟ من يرزقك؟ فقالت كلمة عظيمة ينبغي أن تكون منهج، قالت: ما عهدت فلانا رزاقا، وإنما عهدت جالبا للرزق، رزقي مكتوب، هو لا يرزقني، هو يجلب رزقي. وأذكر أنا أن أحد الأمهات لما مات ولدها وعنده أولاد صغار، قالت يعني متأثرة وببكاء: من يرزق هؤلاء؟ فقال لها أحد أبنائها: يا أمي، أبوهم لم يكن يرزقهم، أبوهم يجلب لهم إيش؟ رزقهم، فأغناهم الله بعد وفاته أكثر مما كان.